هذه رسالة وصلت من السائل سين صاد عين من الرياض، له مجموعة من الأسئلة. يبدأ هذه الرسالة بسؤاله الأول ويقول: ما حكم الصلاة في قميص النوم في المنزل إذا كانت الصلاة نافلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن شرط صحة الصلاة أو من شروط صحة الصلاة ستر العورة، وعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، فإذا ستر ما بين السرة إلى الركبة فصلاته صحيحة. ولكن من المستحسن والأفضل التجمل في الصلاة، يعني يلبس الملابس الجميلة التي تستر بدنه، لأن الله جل وعلا يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة تشمل ستر العورة وتشمل ما زاد عن ذلك من التجمل، لا سيما وأن الإمام أحمد رحمه الله يشترط ستر أحد الكتفين مع ستر العورة، في حديث: لا يصلي أحدكم الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وحديث صحيح. على كل حال، الواجب والذي لا بد منه ستر ما بين السرة إلى الركبة بالنسبة للرجل في الصلاة، سواء فريضة أو نافلة. وكونه يتجمل من الملابس الكاملة أحسن.